اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الثلاثاء. غادي يبقى الطقس بارد شمال وسط وداخل البلاد مع نزول امطار وزخات مطريه فوق الواجهه المتوسطيه وشمال المنطقه الشرقيه ومرتفعات الاطلس المتوسط. وكتوقع كذلك المديريه ايضا مرور سحب كثيفه خلال الصباح غتكون مصحوبه بقطرات مطريه ضعيفه ومتفرقه بسهول المحيط الاطلسي الممتده ما بين الرباط والصويره اضافه الى مرتفعات الاطلس الكبير. الان خليكم مع درجات الحراره. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 11 درجة، 7 درجات في كل مدينتي وجدة وفاة، 13 درجة في كل مدينتي الرباط والدار البيضاء، 8 درجات في مكناس، 10 درجات في مراكش، 18 درجة في أكادير وكذلك في العيون، 17 درجة في الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.